بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي المتابعات متابعات قناة ARM للكروشيه، معاكم أمل صالح. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض ليس جديدة أو زخرفة كروشيه جديدة استكمالا للسلسلة اللي احنا كنا بدأناها، واللي أنا وعدتكم إن احنا نقدم فيها كوليكشن كبير جدا من الكنار أو الزخرفة الكروشيه المناسبة لأي حاجة تقدر تستخدمها في أي حاجة، زي ما وضحت لكم على كم بلوزة، على حواف الجاكيت، الملايات، الفوط، حتى الفوط بتاعة المطبخ بتاعتك تقدر تزيني بيها أي حاجة. دي مجموعة أو كولكشن من الشغل اللي أنا الزخرفة اللي نزلت على القناة. أنا عملت فولدر وحط فيه كل الفيديوهات دي، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف لو عايزين تشوفوا أي فيديو فيها عشان ما تدوروش كتير. وكل ما هنزل فيديو هعمل تحديث له وأحطه في القائمة دي. أتمنى يا رب إن الشغل يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وضروري تشتركوا في القناة، تنزلوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وزي ما قلت لكم ده كولكشن من اللي أنا عاملاه، دايما الصورة او الفيديو اللي احنا هنشتغله بيبقى اخر صورة بتتعرض زي ما احنا شايفين دلوقتي. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهاردة. هنجيب الخيط بتاعنا والابرة، تمام، وهنعمل عقدة البداية، وهنسحب الخيط كده زي ما احنا متعودين، ونعمل المنزلقة. خلاص انا مش هدخل في اول واحدة حشو زي كل مرة، لا هدخل في اللي جنبها حشو وهقول لكم ليه. تمام، عملنا كده اول واحدة حشو، تاني واحدة حشو، تمام كده هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، وهلف الشغل وهدخل في اول واحدة. عشان كده مرضتش اعمل الحشو عشان ما تبقاش المنزلقة والحشو كمان هدخل فيها فهيبقى كتير قوي في الغرزة. تمام، انا عملت اربع سلاسل وبلف الشغل، بدخل في اول واحدة وبعد كده بلف الشغل واعمل اتنين سلسلة اللي هو الارتفاع، وفي الفراغ اللي عندي ده تمام هشتغل فيه عواميد بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، تمام كده. بعد ما خلصته خلاص هقوم جاية سايبة اخر واحدة وهدخل في اللي جنبها. يعني اهو بصوا انا خلصت اهو التالتة اللي كنت عاملة فيها الحشو او التانية، خلاص هسيب واحدة وهدخل في اللي بعدها. تمام كده، يبقى انا سبتها اهو، انا عملت دي كده اخر واحدة عندي، سبتها ودخلت في اللي بعدها. اعمل حشو ودي تبقى اول واحدة حشو معايا، هعمل التانية حشو والتالتة حشو. تمام، وبعدين هبدأ اعمل ايه، ده منظرها اهو قدامنا لسه طبعا الغرزة ما وضحتش خلاص، بس انا عملت التلاتة الحشو وبعدين هعمل الارتفاع او الفراغ اللي انا هعمله اللي هو بعمله بالسلاسل. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، خلاص هلف الشغل. وخدي بالك انا هدخله فين بقى، انا هدخله في اخر عمود عملته اهو، اخر عمود ده هطلع اهو الابرة منه كده معايا، وهسحب الخيط واقفل بحشو. تمام كده، وهرتفع السلسلتين الارتفاع والف الشغل واشتغل في الفراغ اللي عندي ده تاني 8 عواميد بلفة. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمام، هعمل ايه اهو، دي تاني واحدة كده اهو، هقوم جاية سايبة غرزة، سايبة غرزة وادخل في اللي بعدها اعمل حشو. طب وبعدين اهو شايفين بقى الشكل بدأت الورورة او ان هي واحدة فوق واحدة تبان معانا. تمام، هقوم جاية واخدة برضو واحدة حشو وكمان واحدة، ونرتفع الاربع سلاسل وهكذا. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، الف الشغل
اهو بدخل في اخر عمود، هو ده اللي بيدي الغرزة، يعني هو ده فكرة الغرزة كلها. اخر عمود عملته بقوم جاية داخلة فيه، تمام، وعاملة الحشو، واعمل سلسلتين الارتفاع، واكمل في الفراغ 8 عمود بلفة، ونشبك بعدها بغرزة، وهكذا. هو ده التكرار اللطيف بتاعنا، غرزة سريعة جدا وحسها فورمال شوية، يعني تنفع في حاجات كتير إيه لو انتي ما بتحبيش الحاجات اللي بتبقى كذا دور يعني. تمام، هنكمل ال8 عواميد بتوعنا خلاص اهو. تمام، وزي ما قلت لكم اهو، هنعدي غرزة، هنسيب غرزة، ونقفل في اللي بعدها بحشو. دي تبقى اول حشوة عندنا، ونكمل ال3 وهكذا. شايفين شكلها؟ تمام، اهي بدأت بقى تبان ان هي قوس فوق قوس فوق قوس، او الفستانات فوق بعضها. هنكمل كده وهنرجع نشوف شكلها بقى عامل ازاي زي ما هو معانا كده دلوقتي. تمام، اهو شكلها بقى حلو جدا. بصوا اللي بيدي المنظر ده زي ما قلت لكم ان احنا عملناها في العمود الاخير. جميلة جدا وسهلة، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم وان انتوا تنفذوها. ولو عجبتكم تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.